دعا سكان الضفة الغربية إلى إطلاق سراح مزيد من السجناء الفلسطينيين مع استمرار الهدنة المؤقتة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. وفقا لنادي الأسير الفلسطيني، تحتجز إسرائيل 7200 فلسطيني، بينهم حوالي 2000 اعتقلوا منذ بداية الحرب الأخيرة بين إسرائيل وقطاع غزة. احنا بنطلب انه اخراج جميع اسرانا واسيراتنا وكلياتهم من سجون الاحتلال كامله تنظيفا، يعني مش بس هذول اللي طلعوا مثلا، لا، وبنطلب ان شاء الله انه الاحتلال يزول باقرب وقت. يعني الليله عمل كارثه بجنين، شهداء وجرحى، 5 شهداء وجرحى في جنين، ليلاتي كل يوم بعد يوم بخش جنين، بخش نابلس، بخش كلكيليه، بخش المدن الضفه كلياتها، بيقتل وبذبح وبهدم وبيطلع من حدا بكل الشهداء. احنا اول شيء البدايه نترحم على الشهداء والشفاء العاجل لجرحانا البواسل والحريه الكامله لجميع اسرانا البواسل من كافه السجون الاحتلال، واخص بالذكر اسرى قدامى الاسرى